اهلا بيكم جميعا. بقالنا كتير قوي ما عملناش حاجه جوه السنتر، فمن وقت الكوفيد اكشلي، فايتس ا بليجر تو سي اول اوف يو. اوكي، اتس ا جريت ايفنينج اند ا جريت سيشن اند ريل ريل اونر. يس اوكي، اي يس اي وود لايك تو ويلكم دكتور جيمس روبنسون. University professor. He told me this is the most prestigious title, so I'll stick to that. There are so many others, okay, but I will talk about that in a minute. But I would also like to welcome Dr. Ahmed Galal, okay, professor and a great colleague, and His Excellency is the ex-minister of finance in the Egyptian government at a difficult phase of its life. Okay, so it's really a pleasure and an honor to have you as well. We're going to start the presentation, but let me first introduce Professor James. He is a prominent political scientist and economist. He has conducted influential research in the field of political and economic development and the factors that are the root causes of conflict. His work explores the underlying relationship between poverty and the institutions of a society and how institutions emerge out of political conflict. Drawing insights from game theory and global history, he employs rigorous statistical analysis and case studies to identify the political foundations of economic development and growth. He has a particular interest in Latin America and sub-Saharan Africa. He is widely recognized for being the co-author of Why Nations على المؤسسات السياسية للتنمية الاقتصادية. لديه العديد من الأبحاث في غرب صحراء أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، وأبحاث في الفقر والرفاه. هذا الكتاب كان رائع، وأمر رائع أنه تم ترجمة هذا الكتاب إلى 32 لغة. إذا لم تقرأوا هذا الكتاب، احرصوا على قراءة هذا الكتاب الآن، هو بما فيه اللغة العربية. هو أيضا مستشار أكاديمي للبنك الدولي، و لديه سيرة ذاتية ضخمة. بدون أي تأخير أود أن نبدأ بالعرض. هل من الممكن أن تبدأوا بالعرض على الشاشة؟ شكرا جزيلا، وشكرا لهذه المقدمة، وشكرا لدعوتي. إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث معكم. لدي هذا العنوان للعرض. أغلب عملي كان للعلاقة بين المؤسسات السياسية والمؤسسات والرفاهية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم، العلاقة بين المؤسسات السياسية والرفاهية. إذا كانت لدينا مؤسسات سياسية لا تقوم على أساس الرفاهية ولا تهدف إلى الرفاهية، كيف يكون لدينا مؤسسات سياسية أكثر عزما لتقديم الرفاهية لشعبها؟ أعتقد أن هذه قضية في مصر على ما أظن. إذن سوف أبدأ العرض ببعض المناقشات النظرية قبل الدخول إلى الموضوع، طرح بعض الأفكار. كما نقول، ما نعرفه عن العالم، هناك علاقة كبيرة بين مقاييس الديمقراطية والحرية السياسية وأيضا الرفاهية وأوجه الحياة وأوجه المختلفة لجودة الحياة. بالتأكيد لا أعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل الدول، لا تأخذ كلامي محمل الخطأ، ولكن هناك علاقة وثيقة بين المؤسسات السياسية والمخرجات التي نقوم بتقديرها، مثل الرفاهية، السلع العامة. فأقول أن ليس كل الأشياء تسعى معا. كيف أعرف أن هناك علاقة وثيقة بين المؤسسات السياسية وخاصة المؤسسات السياسية الديمقراطية والمخرجات الاجتماعية؟ هناك أدلة لهذه العلاقة للمخرجات المرغوب فيها. من الممكن أن نقوم بتقدير القرارات التي يتم اتخاذها. لا نريد فقط أن نتحدث عن الديمقراطية لأنها تؤدي إلى الرفاهية وإلى اتخاذ القرارات.
ربما أيضا نقوم بتغيير الطريقة التي نقوم بها باتخاذ القرارات. ولكن دعوني أركز أكثر على المخرجات السياسية، وأعتقد أن السؤال الأهم بالنسبة لعلماء الاجتماع مثلي أن هذا يبدو أن هذا شيء جيد للمجتمع، ولماذا ليس كل العالم يعيش في العالم الديمقراطي؟ إذا نظرنا إلى هذه الخريطة وهذه المعلومات، هذا الموقع الإلكتروني هو الرائع، يضعون كل الحقائق والوقائع، هذه الصورة على الشاشة في عام 1800 إلى عام 2028 إلى 2021 على تطور الديمقراطية والنظم الاستبدادية. اللون الأزرق هي الدول الذين قاموا بالتحول إلى النظم الديمقراطية، وأن يكون هناك حقوق وأن يكون هناك حرية الرأي. أما بالنسبة للون الأحمر واللون البرتقالي هو الدول الاستبدادية أو التي لا تطبق النظم الديمقراطية. فعلى سبيل المثال الهند أصبحت أقل ديمقراطية مما كانت عليه. هذا أرقام تعداد السكان، هذا تعداد السكان. وعندما قمنا بتصنيف الهند يمثلون حوالي 50% من سكان العالم يعيشون في النظم الاستبدادية، أغلبهم من الصين والهند. الحقيقة هي أننا لقد أمضيت وقتا طويلا من عملي كيفية شرح هذا الأمر وكيفية شرح هذه المعلومات والبيانات، وأن نضعها في أطر نظرية لشرح هذه الأمور، وأن نقوم أيضا بتحليل هذه المعلومات والبيانات بطريقة علمية. دعوني أولا أتحدث عن الأمر بطريقة نظرية، لأن أن نفهم الوجهة أو التقرب النظري هذا يساعدنا إلى أين سوف نذهب، هذا يعطينا طريقة تفكير معينة لفهم المشكلة في الدول الغير ديمقراطية وما هي الخطوات التي يجب أن نقوم بتبنيها من أجل المضي قدما. أود أن أتحدث عن النظرية بشكل خاص، لأنك من الممكن ألا تتفق معي مع هذه الافتراضات أو مع هذه النظرية، كأن تقول أنا لا أتفق مع هذا الموضوع، ماذا يحدث إذا لم نفهم، إذا لم نتفق مع هذه النظرية؟ لذلك أمر مهم جدا أن نفهم آليات هذه النظرية، ولماذا العالم يهتم بالمؤسسات السياسية، ولماذا العالم يهتم بالمخرجات السياسية. أنا كشخص اقتصادي دائما أدعو نفسي، أنا قمت بالتغلب على المشاكل الاقتصادية ليس عن طريق الكحول، ليس عن طريق تناول الكحوليات، ولكن على أي حال أن الشخص الاقتصادي لديه هذا الفكر وهذه النظرة للعالم. نحن نفكر في العالم على أنه مكون من عدة عناصر يتفاعلون مع بعضهم البعض في سياق معين، هذا السياق يتم تشكيله من قبل المؤسسات السياسية. على سبيل المثال سوف أتحدث عن الرئيس بايدن والرئيس ترامب، لأنهم لاحقا و الأفراد لديهم اهتمام ولديهم القدرة على الاعتماد على قوتهم للوصول لما يصغون إليه. وهنا عندما أتحدث عن القوة نحن نتحدث عن، لا نفكر في الأسلحة، ولكن الأسلحة، الأموال، ممكن أن تقول أفكار. هناك بعض الأشخاص الذين لديهم أفكار مؤثرة ولديه أيديولوجية تعمل على تحفيز عدد كبير من الأفراد للعمل معه، فهذه هي القوة الأيديولوجية. التنظيمات والمنظمات هي أيضا قوة، أيضا القدرة على الحشد. على سبيل المثال في الخرطوم وفي السودان هناك قدرة كبيرة للحشد بين الشباب، بين الرجال والنساء، هذه هي قوة في حد ذاتها. وتتشكل القوى من قبل المؤسسات أيضا. على سبيل المثال لماذا جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة لماذا كسب الانتخابات؟ المؤسسات تقول
أنه حصل على عدد من الأصوات، وإذا حصلت على عدد الأصوات أكبر من الشخص المنافس تصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. القوة هنا موزعة بين المؤسسات، المحكمة الدستورية العليا وغيرها من المؤسسات السياسية. فكما قلت أن أيضا المؤسسات تدخل ضمن مصادر القوة. القوة التي تمنحها المؤسسات هي مؤثرة بعدد من المصادر. الرئيس الأسبق ترامب خسر الانتخابات الرئاسة وحاول أن يستخدم بعض القوة الخارجية خارج قوة المؤسسات أو خارج قوة القوة المؤسسية، وحاول جمع الأفراد وحاول أن يقوم بسرقة العاصمة وأن يقوم بالاعتراض على نتائج الانتخابات التي خسرها. فهذه تعتبر قوة أيضا. ثم بعد ذلك هنا عندما لا يعجبنا التوازن التي تمنحها المؤسسات، فربما يكون لديك الحافز لأن تقوم بشيء مخالف، وهذا ما قام به الرئيس الأسبق ترامب، وكان هذا بالتأكيد غير مقبول. إذن هناك نظرية أستطيع أن أمضي وقتا طويلا لشرح هذه النظرية، ولكنني اختصرتها في 5 دقائق بأخذ هذا في الاعتبار. لماذا نشرح أن بعض الدول التي لديها نظم ديمقراطية وبعض الدول التي ليست ديمقراطية، ولماذا هناك فرق كبير بين المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات الغير ديمقراطية أو المجتمعات الاستبدادية أو التي ينطبق عليها الأنظمة الاستبدادية؟ لا أريد أن أتحدث عن هذا بالتفصيل. إذن دعوني هنا فقط أن أخذ هذه النقاط وأقول متى تكون الديمقراطية ملحة في المجتمع. الأفراد لديهم مصالح مختلفة والأفراد لديهم تفضيلات مختلفة فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية. الأنظمة الاستبدادية تعمل لصالح بعض الأشخاص. نستطيع أن نقول أن النظام في الصين يعمل لصالح الأشخاص الذين ينتمون للحزب الاشتراكي. أما عندما تكون الديمقراطية ملحة، عندما نريد أن نقوم بإعادة توزيع القوى، لدينا هنا مثال الصين، ولدينا أيضا المملكة المتحدة البريطانية في عام 1832. ماذا حدث في المملكة البريطانية؟ كان هناك انتخابات، ولكن على نطاق ضيق جدا. وهذا الإصلاح الذي حدث في 1832، بعد ذلك فإن النظام السياسي تحول وكان يلائم الأشخاص الذين لديهم مصلحة سياسية. كيف هذا النظام تحول إلى النظام الديمقراطي؟ نستطيع أن نفكر في عدد من الأسباب. أولاً التغيرات التي حدثت في العالم. المجتمعات تتغير، العالم يتغير، من الممكن أن يكون اهتماماتك تتغير أيضاً، ومن الممكن أن نقول أن الديمقراطية أفضل من أي نظام آخر. أيضاً عامل آخر هو هناك تغير في علاقات القوى في المجتمع، وهذا ما حدث في بريطانيا 1832. هؤلاء الذين يريدون أن يخلقوا الديمقراطية يحظوا إلى المزيد من الحرية السياسية، فانهارت القوى العسكرية لأنهم خسروا الحرب في ذلك الوقت. ولكن لهذه اللحظة أريدك أن تفكر في هذه العلاقة بين عناصر القوى وكيف تتغير المجتمعات، وكيف أن المجتمعات لديها مصالح مختلفة ولديها مؤسسات سياسية مختلفة لخدمة المصالح المختلفة. فإذا كان هذا منظورك للعالم بطريقة تقريبية أو أنك تتبنى الأفكار الواقعية، فإذا التحول يأتي في تغيير العلاقة بين مصادر القوى. ثم بعد ذلك تود أن تفكر في إطار العمل أو في هذا الإطار يجعلك تفكر ما هي العوامل التي تؤثر على الديمقراطية، و لماذا الأشخاص يفضلون مؤسسة على الأخرى. ربما الحزب الاشتراكي الصيني كان هذا مثال كبير، من كانوا يقولون نحن
من الممكن أن ننافس في الانتخابات ولكن من الممكن أن نخسر، فنترك الأمر كما هو. هناك خوف من التغيير. دعوني أعطيكم بعض الأمثلة لاحقا. أكثر الكتب الشهيرة في هذا الصدد هو Social Origins of Dictatorship and Democracy. هذا كتاب مشهور جدا، وهذا خوف المجتمعات في بعض الأحيان للتحول إلى النظم الديمقراطية. لابد أن تركز على إلى أن تتحكم في الدولة لكي تتحكم في المجتمعات. وأيضا تحدث عن الطبقة البرجوازية، ودائما هذا المصطلح يتم استخدامه كثيرا في جامعة شيكاغو، هؤلاء الذين يفضلون المؤسسات الديمقراطية. أيضا بعض المصطلحات الجديدة مثل التحديث أو المجتمعات الحديثة. دعوني أعطيكم بعض الأفكار وبعض الأمثلة. على سبيل المثال في إثيوبيا مثل ما حدث 1992 و1993، أيضا حكم الولايات المتحدة الأمريكية قاموا بإرسال أو تدخلوا في هذا الأمر، هل ستكون إثيوبيا دولة ديمقراطية أم لا. هذه مقدمة لبيان ما هي المزايا للتحول إلى الدولة الديمقراطية في إثيوبيا، لأن بالتأكيد عدم وجود الديمقراطية هذا يؤدي إلى وجود حزب واحد حاكم وقوة عسكرية واحدة حاكمة تتحكم في كل شيء. بالتأكيد أن النظام الدستوري لابد أن يعكس طبيعة المجتمعات. عندما ذهبنا إلى أثيوبيا وقلنا أن ليس هناك تاريخ للديمقراطية والمجتمعات غير مهيئة لهذا الأمر، ولكننا كنا نفكر في هذا الأمر بجدية. دعوني هنا أركز على شيء آخر، أمر مهم جدا في هذه المناقشة، إن تمكين المؤسسات كما قال الرئيس بايدن، ولكن بحدود كما قال الرئيس بايدن. لكن على سبيل المثال في نظام الرئيس ترامب الرئيس الأسبق، هذا يكون قرار جريء. إحدى المشكلات مع الديمقراطية وأيضا لتعزيز الديمقراطية هو ما نراه عبر التاريخ، أنه في الكثير من الأحوال يتم إنشاء الديمقراطية بتغيير العلاقة بين مصادر القوى، ودائما يتم إنشائها من الأفعال المجمعة كما حدث في الخرطوم في السودان، ولكنه أمر صعب جدا أن نقوم باستدامة هذه الأفعال المجمعة. إذا كانت الديمقراطية كانت مرحلة انتقالية، فبالتأكيد هذا صعب جدا أن نقوم بالاستدامة، وهذه إحدى المشاكل الكبيرة في التحول إلى النظام الديمقراطي أو تعزيز النظام الديمقراطي. الآن أود أن أقول أن نرجع للوراء بعض الشيء، وأن أقول أن أغلب الاقتصاديين لا يهتمون بالسياسة وبالمؤسسات السياسية، يهتمون فقط بالسياسات. هل من الممكن أن تكون هناك سياسة جيدة؟ وما داعي للانخراط في المؤسسات السياسية؟ بالتأكيد كل الأفراد يريدون أن يكون هناك إصلاح للمؤسسات وإصلاح للسياسات من أجل أن يكون ذلك لصالح المجتمعات. وكان هناك كتاب مشهور جدا في هذا الأمر، أن نحظى على ثقة المجتمع قبل كل شيء، ولكني أعتقد أن الأدلة تقترح لا، هذه سياسة عامة جيدة وتعتمد على المؤسسات السياسية. لأن على سبيل المثال من خلال تجربتي، فإن النظم الاستبدادية
ليس لديهم الاهتمام، ليس لديهم القدرة على المحاسبة، لا يكون هناك أحد مسؤول للمحاسبة، ولا يكون هناك ثقة في هذه الأنظمة الاستبدادية. وهذا على سبيل المثال، مثال من كولومبيا، ماذا حدث؟ هذه ديمقراطية غير كاملة. هناك ديمقراطية في كولومبيا، ولكن ليست ديمقراطية كاملة، أو ليست ديمقراطية رائعة. ماذا حدث أثناء الجائحة؟ كان هناك مشكلة كبيرة في السلع الأساسية. ماذا حدث أيضا أثناء الجائحة للحصول على التطعيم؟ هنا نرى في هذه الصورة الأشخاص من كولومبيا يذهبون إلى ميامي للحصول على التطعيم، فهذه كانت مشكلة. الأمر لا يتعلق فقط بالسلع، يتعلق أيضا بالخدمات الصحية، بالتعليم. فبالتأكيد هذا مثال جيد للغاية لتوضيح هذه الفكرة. إذن هذه هي الصورة، فقط لكي أقول، لا أعتقد أن هذه هي الحالة. تستطيعون التفكير في المناخ الأبنية أو المؤسسات السياسية. بالنسبة للمؤسسات الجيدة هي التي تطبق المحاسبة وتعمل على تعزيز نظم المحاسبة، وأيضا المسؤولية أمام الدولة والمسؤولية أمام تحقيق مصلحة المجتمع، بأن يكون هناك توفير للسلع الأساسية، وألا يتم توزيع السلع الأساسية على الطبقة الراقية من المجتمع أو طبقة النخبة. إذا تحدثنا عن الإصلاحات وعن السياسات، من الصعب التفرقة بين السياسات والمؤسسات السياسية. إذا أردنا التفكير في الإصلاح، فنحن نفكر في الإصلاح من أجل حل هذه المشكلة، لأن تذكروا عندما الساسة يفهمون ذلك جيدا، يفهمون البيئة والمناخ السياسي، لابد أن يقوموا بالإصلاحات في المؤسسات السياسية وفي السياسات. إذا اعتبرنا أن هذه هي الأدوات التي نستخدمها من أجل حدوث هذا الإصلاح، فإن الأفراد في الأنظمة الاستبدادية ربما لا يكون لديهم سهولة الوصول إلى السلع وإلى البضائع، ومن الصعب جدا أن نكون لهم هناك أنظمة أحسن أو أفضل من هذه الأنظمة. فالسياسات ليس فقط مخاطبة المشاكل الاجتماعية والمشاكل المالية، ولكن الأمر يتعلق أيضا بالتفكير، كيفية تغيير التوازن، كيف نغير التوازن والتوائم السياسي، بأن نبحث عن سياسات أخرى لكي تكون هناك مصلحة أفضل. وأعتقد أن هذا يبدو كتحدي أمامنا جميعا. على سبيل المثال، إذا قلت للحكومة الصينية على سبيل المثال لابد أن تقوموا بتطبيق هذه السياسة عن غيرها، هم يعرفون هذه السياسة ولكنهم لا يريدون تطبيقها، هم ليسوا مهتمين. فكيف نستطيع أن نغير التوازن والتوافق السياسي؟ إذا بدأنا في التفكير في هذا الأمر، وسوف أعطيكم بعض الأمثلة، أعتقد أنهم أمثلة جيدة. بالعودة إلى الحديث إلى الإصلاح في عام 1832، كيف حدث هذا الإصلاح؟ كان هذا عواقب للتغيرات الاجتماعية التي أتت بعد الثورة الصناعية. أفضل جريدة بريطانية كنت أقرأها وأنا صغير هي مانشستر غارديان. ماذا قالت هذه الجريدة؟ قامت هذه الصحيفة بكتابة ماذا حدث بعد الثورة الصناعية وعن مزايا تطبيق النظم الديمقراطية. بأي حال، في عام 1832 كان هذا نتيجة عواقب الثورة الصناعية
كل هذه التغيرات الاجتماعية التي حدثت كنتيجة للثورة الصناعية، وفي بعض الأحيان أساسا لم يستطيع التفكير ماذا سيحدث بعد ذلك. أود أن أضع هذه الفكرة أمامكم. هذا يبدو أن الأمر معقد، ولكن عندما تبدأ في التفكير في هذا الأمر فإن العالم مليء بكل هذه التغيرات التي لها تأثير كبير جدا على المجتمعات وعلى مصالح الأفراد وعلى قوة الأفراد وقوة الأشخاص. الأمر صعب جدا في بعض الأحيان في التفكير في هذا الأمر. دعوني أعطيكم بعض الأمثلة، سوف أعطيكم ثلاث أمثلة في تغيير التوازن. هنا يجب أن نفكر في السياسات. الأمر الأول هي الآليات التي تم تطبيقها من أجل جمع القطن بعد الثورة الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1950-1960. أنا أستخدم أمثلة من دراسات أخرى، لم أقم بهذه الأبحاث وسوف أتحدث عن ذلك بالتفصيل. فكما قلت، أولا تطبيق الآليات الجديدة الخاصة بجمع القطن، ثم بعد ذلك الثورة الخضراء في الهند، وأيضا سقوط حزب الكونغرس في الهند. سوف أريكم بعض الصور عن نظم الري. هذا المثال الثالث الذي تشتكي منه زوجتي دائما، ولابد أن أعرف لماذا اعترض على هذا. أيضا انتشار المرافق الخاصة بالأجهزة المنزلية في القرن 20 وتمكين المرأة، الأجهزة الكهربائية، الغسالات، والأجهزة المنزلية التي تساعد على تمكين المرأة. كما تقول زوجتي، القيام بغسل الملابس لم يعد عملا شاقا، أنني فقط أقوم بضغط على زر الغسالة الكهربائية. فهذا كان نوع من أنواع تمكين المرأة بشكل ما. بالتأكيد أنتم تعرفون ماذا أقصد. سأريكم بعض البيانات وبعض المعلومات، ثم سوف أتوقف عن الحديث. هذه البيانات في 1949، حصاد القطن في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة آلية، ولكن من كان يقوم باستخدام هذه الآلات؟ بالتأكيد كانوا الطبقة السوداء وطبقة العمالة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية. هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في ميسيسيبي وتكساس ولويزيانا، عندما تم تحويل حصاد القطن إلى الطريقة الآلية، بالتأكيد لم يكن هناك حاجة إلى الأيدي العاملة. ماذا حدث أيضا؟ إذا قمنا باستبدال العمالة بالآلات والميكانيات، فلابد من يتم توزيعهم في المؤسسات. لا يصح أن يتم تسريح هذه العمالة، لابد أن يكون هناك قوانين وتشريعات من أجل إعطائهم حقوقهم. لا يمكن أن نقول لدينا آلات الآن، لسنا بحاجة إلى الأيدي العاملة. ماذا حدث بعد ذلك؟ الحقوق المدنية. إذا رأينا إلى هذه الشريحة على الشاشة، كان هناك حملات للدعوة إلى الحقوق المدنية وحقوق الإنسان. كان هناك، هذا ما حدث على النطاق السياسي في 1940-1950. هذه الميسيسيبي، هذه ولاية ميسيسيبي وألاباما، الطبقة السوداء تم تسريحهم من العمل. ثم في 1960 وبنهاية الستينيات، الطبقة العاملة السوداء تم تمكينها مرة أخرى، قاموا بالتظاهر أمام المؤسسات الفيدرالية من أجل أن يعيدوا توظيفهم مرة أخرى. بالتأكيد كان هذا لديه آثار اجتماعية كبيرة.
لعب ذلك دور مهم جدا في هذا التحول السياسي. ماذا عن الثورة الخضراء في الهند؟ في حصاد المحاصيل مثل الأرز ومثل القمح، ازدادت الإنتاجية الزراعية في الهند في عام 1960، وخاصة في المحاصيل مثل الأرز والقمح، وقاموا بإجراء انتخابات من أصحاب الأراضي الذين يملكون الأراضي الزراعية. إن الثورة الخضراء عملت على زيادة الإنتاجية، و اعتمدنا على لم نكن نعتمد على أصحاب الأراضي للحصول على القروض. كان الأمر في الهند يتميز بالحرية السياسية والاقتصادية، وما حدث أن مالك الأراضي الزراعية لم يستمروا في التحكم في المحاصيل وفي التحكم في زراعة المحاصيل. كان استخدام التكنولوجيا الخضراء في الهند، وكان هناك أيضا انهيار لحزب الكونغرس في الهند. كان هناك علاقة كبيرة جدا من انتشار التكنولوجيا وانتشار الثورة الخضراء وانهيار حزب الكونغرس في الهند. هنا الصورة توضح وتوضح البيانات، ونستطيع أن نقول عفوا كان الحث وتعزيز انتشار الثورة الخضراء والزراعة الخضراء. كنا نحتاج إلى مياه أكثر من أجل الري وتطبيق هذه الوسائل التكنولوجية، وكلما زادت هذه الأراضي وكلما زاد تطبيق هذا النظام زاد انهيار حزب الكونغرس في الهند. هذا ما أردت توضيحه من خلال هذه الشريحة. على أي حال، مثالي الأخير هو تمكين المرأة، وهذا المثال لم يعجب بزوجتي مرة أخرى. هذا الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمياه الجارية. المياه في 1900 لم يكن هناك فائض من المياه الجارية، وثم بعد ذلك بعد تطبيق أو انتشار الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل غسالة الأطباق وغسالة الغسالة الملابس، وكمية المياه التي الذي يتم استهلاكه من قبل هذه الأجهزة الكهربائية. انظروا إلى الفرق بين الأعوام وانتشار هذه الأجهزة الكهربائية، سواء استهلاك المياه واستهلاك الكهرباء. فالتوسع في استخدام هذه الأجهزة المنزلية التي ساعدت على تمكين المرأة. انظروا إلى الساعات أسبوعياً الذي تعمله المرأة. هذه أيضاً الصورة لم تعجب زوجتي. لماذا لا يقوم الرجال بالقيام بالأعمال المنزلية؟ هذه بعض الأمور الستيريوتايب أو الأمور المعتاد سماعها. الأمر هنا المشترط على حسب تقسيم المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل النساء حوالي ثلثي المجتمع، وهناك أيضا زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في مجال العمل. أعتقد مرة أخرى أن هذه عقبة أو نتيجة لاستخدام هذه الأجهزة الكهربائية التي تعتمد على التكنولوجيا، التي أعطت للمرأة الوقت للقيام بأعمال أخرى. نعم، زوجتي تقول الآن المرأة تعمل في المنزل وخارج المنزل. أيضا العمل خارج المنزل من الممكن أن يكون له عواقب على المجتمع، وأيضا العمل، ولكن عمل المرأة في المنزل ليس لديه أي عواقب على المجتمع. دعوني فقط أركز على بعض النقاط ثم أختم العرض. ماذا يحدث هنا؟ أعيد مرة أخرى، أرجع مرة أخرى إلى عامل التحفيز. كل شخص يقوم بالقرارات المبدئية. على سبيل المثال، وجدنا أن هناك بعض المحاصيل التي من الممكن أن نجني منها أرباح. على سبيل المثال أيضا أستطيع هنا أن أجني الكثير من الأموال عندما أقوم بشراء جرار أو لتطبيق تكنولوجيا معينة.
وأيضا ملاك الأراضي الزراعية في الهند قالوا من الممكن أن يحصلوا على أرباح أكثر من خلال تطبيق تكنولوجيا الثورة الخضراء. هناك الأفراد الذين يقومون بعدد من القرارات الذي يؤدي إلى التوازن العام. بالتأكيد نستطيع أن نقول عفوا هناك بالتأكيد هناك بالتأكيد عواقب على هذا التغيرات، ولكن هناك من لا يفهم هذه التغيرات. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينيات لم يفهموا أن استخدام التكنولوجيا وتطبيق الآلة في حصاد القطن سوف يؤدي إلى كل هذه التغيرات. أيضا أن حزب الكونغرس لم يدرك ما هي عواقب تطبيق تكنولوجيا الثورة الخضراء في الهند. أمر آخر في هذا الصدد، وكأني أحاول أن أوضح الصورة في الأنظمة السياسية، كان نظام أنا أحب أو أفضل نظام وأنتم تفضلون نظام آخر، ولكن هناك شيء رائع من جنوب الولايات المتحدة الأمريكية هو ماذا حدث بعد ذلك. بعد أن حدث هذا الانهيار في التوازن في عام 1950-1960، الحقيقة الواقعة هي أن الكل حصل على وضع أفضل، سواء الطبقة السوداء أو الطبقة البيضاء. كان هناك مشاركة للجائزة. ثم بعد ذلك سوف أنتقل إلى النقطة المهمة، إلى هذه الشريحة. نعم، الأجور للطبقة السوداء ازدادت في الستينيات، ولكن أيضا زادت أجور الطبقة البيضاء. كان هذا التوازن لا يتسم بالكفاءة للأسف. كان هناك مناقشة كبيرة في هذا الأمر، وهو أن هذا الهيكل إن هذا الهيكل لديه مصالح مادية، وهنا نشير إلى كيفية التوائم والتوازن، وأن يكون هناك مساواة، وأن يكون هناك مصالح، وأن يكون هناك مقاومة من قبل المؤسسات، وأن هناك أنظمة لابد أن نقوم بالتوازن بينها. النظام الأول هو النظام نحن نقوم بالقرارات دون أن نفكر فيها، هو العقل الباطن، ثم في بعض الأحيان نقول أن هذه القرارات ليست صحيحة. ثم بعد ذلك لدينا القرارات التي تقوم على الحسابات والمعايير والمقاييس، ولكننا نحاول بقدر الإمكان أن نصل إلى القرارات الصحيحة التي من الممكن تطبيقها. هذه النقطة هي أن هذا النظام في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك بعض التبريرات من المجتمعات، خاصة للرئيس أيزن هاور عندما قال في الخمسينات عندما بدأت المظاهرات ضد النظام القانوني، وقال إن الإله أو إن الله لا يغير ما في قلوب الأفراد، ولكن يستطيع إعطائي البصيرة. كان هذا توازن تاريخي، وتغير العالم، ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجه العالم الآن. هناك عدد من العوامل وعدد من العناصر. الشريحة الأخيرة ما أقوله هو ما نحتاج أن نفكر فيه هي كيفية تغيير نظام قوة التوازن، وأعطيتكم بعض الأمثلة. العالم لديه أمثلة كثيرة، لابد أن نحارب ونجاهد في الأنظمة الاستبدادية أو الأنظمة الغير ديمقراطية. وهنا أقترح عندما نفكر أن نفكر في هذه العواقب، هناك أمثلة كثيرة جدا، وأيضا هي كيفية الوصول إلى الغير مقصود بالمقصود. شكرا جزيلا، وجدت أنني تحدثت كثيرا. من الممكن أن ألقي بعض النكات لأنني انتهيت من عرضي. أعتقد أنني أوضحت وجهة نظري في العديد من الدول حيث أعمل.
لقد عملت في الكونغو لمدة 12 عاما في الكونغو. لا يوجد ديمقراطية كثيرة هناك. لقد أتى الرئيس عبر انتخابات مزورة بالكامل، وهناك تنمية قليلة جدا في الكونغو. فمن الممكن أن نقترح سياسات معينة لكي يتم تطبيقها، أو من الممكن أن تفكر في المشكلة الحقيقية هي التوازن. كيف نتدخل بالطرق التي من الممكن أن تحدث هذا التوازن؟ هنا لا أقترح أي شيء، لا أقترح ثورة، لا أقترح أي ثورة. نحن نتحدث عن الثورات، وكتبت كتاب شهير جدا عن الثورات الاجتماعية، وتم نشره في عام 1979، وقالوا أن الثورات الاجتماعية من أهم عواقبها أو من أهم نتائجها أن يكون هناك، من أهم عواقبها للأسف هو حدوث مركزية في السلطة. لا هذا لا أود أن أقوله، ولكن أعتقد التفكير طبقا للأدلة الموجودة هو من الممكن أن يكون أكثر نجاحا، وأن يكون مثمر بطريقة أفضل. لا يوجد شيء كامل على الإطلاق. دعوني أجلس. شكرا جزيلا. شكرا.